وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات. أهلا بك سعادة الوزير. بداية نرحب بك بالطبع ونبارك لكم ولمملكة البحرين هذا الفوز المستحق. وماذا يمثل هذا الفوز لمملكة البحرين فيما يتعلق بقطاع الاتصالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني نمسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام. لا شك أن انتخاب مملكة البحرين لعضوية الاتحاد الدولي للاتصالات الـ ITU يعني يعزز من مكانة البحرين المتميزة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضا في الوقت ذاته يعكس ثقة أعضاء المجلس اللي بالغ عددهم 193 عضو في إمكانيات مملكة البحرين في هذا القطاع الهام وهو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضا قدرت إن شاء الله على أن تلعب دور متميز في المجلس خلال الأربع سنوات القادمة اللي هي فترة العضوية. ولا شك يعني أن هذا الإنجاز حقيقة يأتي تتويجا بدعم سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله، وتطلعات جلالته الدائمة تتبوأ البحرين مكانة مرموقة بين الدول خاصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضا المتابعة الحثيثة وتوجيه سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظ الله كان لها الأثر العظيم في بلوغ مملكة البحرين هذه المكانة المتميزة وكسبها ثقة المجتمع الدولي وأيضا أعضاء مجلس الاتحاد. نعم. وفي نفس الوقت راح نكون إن شاء الله عضو مؤثر في السياسات والقرارات اللي راح يتخذها المجلس خلال السنوات القادمة، وذلك عن طريق المشاركة الفعالة وعن طريق التعاون. نعم. مع الدول الأعضاء على أساس نتوصل لما فيه الخير ولما فيه منفعة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عام. نعم سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.